مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من نبض بيروت. بصيرني أنه استضيف بخلالها الزميل الصحافي حسان الحسن لمتابعة كل تطورات ساحتنا الداخلية، وطبعا ما يحصل بالمنطقة ككل وتأثيراتها بالطبع على كل ملفاتنا العالقة وما أكثرها. إن شاء الله تكفينا ساعة للحوار حول هذه المواضيع اللبنانية الشائكة. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. مساء النور لحضرتك وللمشاهدين الكرام. يعني قد ما نغيب ونرجع بضل في امور عالقة بلبنان للاسف، فينا موقعه نتناولها بساعات وساعات. موقع جغرافيا جغرافيا للاسف، هي للاسف ولحسن الحظ يعني جغرافيتنا من احلى الجغرافيا، ولكن سياسيا بالطبيعة والمناخ. واستراتيجي ايه اذا أكيد بدك تحكي أكيد طبيعه ومناخ حلو، بس أكيد بالسياسه للاسف عم نكلم من كل لبنان الجوانب. جبران خليل جبران يعني ما أكيد هيك؟ خلينا نبدا. يعني في شق كتير كبير للشأن الداخلي المحلي وشد الحبال اللي صاير بالفترة الأخيرة، ولكن خلينا نبدأ بالملف المتداخل لبنان والمنطقة اللي هي تطورات غزة. 60 يوم صاروا يعني على طوفان الأقصى، ولكن المستجد لبنانيا ما أعلنته حماس امبارح، يعني وقامت لأيامه من ردود فعل أنه رح يكون في، هي رجعت وضحت انه مش افواج عسكرية ولكن حالة معينة، ولكن لماذا استعمل لبنان كساحة من جديد؟ هلا حقيقة هي حماس وضحت انه الموضوع هو يعني بعده عقائدي منه البعد عسكري، وفي المخيمات الفلسطينية موجودة بلبنان وفي فلسطينيين موجودين بلبنان. بس غير دعوة الشباب والرجال هلا للانخراط وكأنه هي دعوة للتسلح لا و لا ما خلينا نشوف في احداث صارت قبل. يعني في عندك التطبيعيين اذا صح التعبير والمرتبطين بأجهزة المخابرات الفلسطينية مرتبطة بالمطبعين حتى ما أفوت بتفاصيل، كانت عم تجرب تعمل حالة معينة مختلفة داخل المخيمات حتى، يعني هذا واقع. هلا أنا بعرفه تمام، يعني اللي كان عم بيصير إنه يعني في محاربة إذا بدك لهالفكر في محل معين، لأنه في ناس بدها يعني مرتبطين بصراحة بأفريقيا، يعني ملحفوا التفاصيل لأنه ما اوكي، بدي بس أفوت انه مش تفاصيل. يعني يعني في أحد الدول العربية موضوعنا في وقتها أحد هيدي الدول الامور. العربية كانت مشاركة على أساس بموضوع مستشفى ميداني بغزة، وأنا عم بقول لك هذا الحديث من قيادي كبير كتير بحركة حماس، بيكتشفوا إنه عم يعطي إحداثيات لإسرائيل، هو عربي من جنسية عربية من دولة خليجية، فالموضوع وحتى صار في لهم يعني امتداد لمخيمات لبنان. هلا هذا موضوع كمان يعني انهاء الفكر، فكر الثوره الفلسطينيه وبعد اللاجئين عنا. طيب ما كمان ليش بتاخذوها بهذا يعني من هالزاويه انه بعدهم اللاجئين الفلسطينيين موجودين بلبنان ما رجعوا، يعني ما رجعوا على بلدهم. طيب انا بدي اكون اوكي، اليوم بس هلا ما فين نستعمل اوكي ما بلدنا عم يستعملوا، ما كساحة. استعملوا، ما سمعت يوضح هو ما قال وضح من هاي. بعد ما طلعت الصرخة، طيب شو هلا اليوم يعني يعني بس التصريح والإعلان والدعوة بتدل على غير هيك. هلا يعني يعني بتعرفي انت حقا خايفين على البلد أن تكون ردة الفعل هيك، نحن ما واضحين بدنا حماس لاند مثل فتح ما في لاند حماس لاند، بالسابق. ما في حماس لاند، ما تنسي ده كان اتفاق عربي كبير، يعني هون هن في مبالغة، في مبالغة كتير كبيرة، وهي الأصوات ذاتها وقت كانوا السوريين عاملين مخيمات تدريب عن جد ومسلحين عن جد وإرهابيين عن جد، هن نفسهم هودي ذات نفس الأصوات طلعوا يأيدون يدعموهم هون. عم بقول لك ما هون المفارقة، واحد عم يحارب إسرائيل ونحن بعضهم فلسطينيين عنا بلبنان، ما صار في حق عودة، نحن ما رجعوا فلسطينيين من عنا. طبعا مين عم يمنع عودتهم؟ أكيد ما حماس، أكيد أكيد إسرائيل، ما سمعنا ولا صوت، بينما وقت كانوا الإرهابيين عن جد عنا بلبنان عم يضربوا كل المناطق اللبنانية بدون استثناء، كان هلا السياديين والفزعانين على لبنان من حماس لاند كانوا بأرسال لاند يقولوا لا هلا ما خص لا هاي ده بهاي، خاص هاي بهاي، لا ليش ما سمعنا صوتهم لا ما وقتها؟ خص لا هاي لا بهاي، خاص خاص لا لا خاص دعوة خاص من على أرض شو لبنان لحركة في لكن إلها قيادة وبتطلع على الإعلام ومستبيحة الأرض اللبنانية، لكن بيدعوا هيدي منا استباحة لكن للسيادة بيدعوا اللبنانية، بيدعوا ده بتلاقيها طبيعية. لا ما اصلا ما انتحكوا السياده، يعني مش هون بصدد كيف الدفاع عنه، ليش شو عملوا؟ كيف شو عملوا؟ هيك تصريحات تطلق شو من تصريحات لبنان طبعا يقولوا وشوي جماعه كمان في صواريخ عم تطلع من أراضي صواريخ عم لبنان تطلع من ارض غير لبنانيه؟ المقاومة، لا غير هلا المقاومة يعني جهات فلسطينية. طيب طب جهات هيدا شيء طبيعي؟
هلا طب اليوم احكي اللي قلنا واللي علينا. 100%، بس عم بقول لك نحن هودي عم يحاربوا اسرائيل وفي وضع معين بالجنوب، لانه بالنهايه كمان المخيمات الفلسطينيه بلبنان بحال صار حرب نحن واسرائيل، بحال افتراض امتد يا اخي، بركي اجتاحوا، بركي عملوا، بركي كمان هن عندهم دور ولعبوا ادوار بالزمان. هلا هيدي ليش الحاله نحن لبنان ما بيقدر يدافع عن لا حاله؟ لبنان وحده طب ليه شو بدنا نضلنا هيك معتبرين انه منع. ما هي طيب لكن هالمقاومة كثير قد القصه سهله، وقدود، يعني ليش كثير بدنا القصه نستعين سهله. لا مش بالفلسطينيين نستعين، لا لا لحظه يكون في صغيره، شن ما عم هجومات؟ نستعين بالفلسطينيين، ما انت مش عم تقول استعانه، انه اذا صار في موجودين حرب بدنا يساعدونا، مش ليه؟ بيساعدونا، ليه؟ موجودين، هن جزء من وجودهم بالجنوب موجودين. يعني نحن كمان في عنا عدو او ما عنا عدو، هذا سؤال بينسأل بعد، أكيد في عنا عودة فلسطينيين ونحن عم نخلي الفلسطينيين هون معهم سلاحهم، هذا سؤال بينسأل. اليوم الجهة في اللي هي عنا طائف ودستور بيقول طائف ممنوع ودستور الجامعات تتسلح، ما إيه ولا تسهل. لا؟ لا وفي اتفاق كمان بيقول انه بعض الامن المخيمات داخل المخيمات داخل للمخيمات، المخيمات فقط لا ما غير، الجماعة وضحوا، مش يطلع صاروخ من المخيم، جماعة وضحوا تفرق يعني؟ ما طلعوا صواريخ من تفرق. المخيمات، لا عم نكون موضوعيين، ما طلعوا صواريخ من المخيمات، بس انه اذا كانوا عم يدعوا حتى الدعوة انه يكون في فكر مقاوم على طول، لانه بالنهاية هن الاسرائيليين اليوم عم يقولوا بدهم المقاومة الفلسطينية، انه حماس ما فيكم تنهوا فكر، هلا ما فيكم. نزلت لا الطموح ما بين مزدوجين انا الاسرائيلي درجه، بدي احكي مش معك هيك؟ اول ناتالي، شيء كانت اسرائيل عم بتقول لانهاء حماس ككل، هلا صارت قيادات ويعني هلا مسؤولين مش كحماس كفكره ما يعني. قدروا عملوا شيء. هلا اشرح لك ليش انا لاني كثير مغروم، بدي احكي شوي هيك يعني بدون كفوف، ماني مغروم بحماس ابدا، في تجارب معها كانت محل معين، ما كنت انا كثير يعني مشجعه وما كنت، يمكن من باب سوريا تحديدا. ايه ليش بدي اخبي يعني، ايه اوكي، بس نحن اليوم حدا بيقاتل اسرائيل انا بدي اقعد هجمه، انا بالنسبه لي ما بعملها ماشي هيك بهالوضوح، حدا عم يحارب اسرائيل نحن ما فينا الا ما نكون على القليله يعني وجدانيا معه، مع انه قلت لك في مرقنا بمحطات ما كانت جيده معها، بس المهم الاسرائيليه مثل ما عني عم يحكوا بدهم، قالوا بدي طلعوا اقتلاع حماس، صحيح، طيب. هيدي بداية، هلا اتراجع، حماس هي فكر، خف، انا ماني مؤيد لفكر الاخوان المسلمين ولا شيء ابدا ابدا، وبعيد بس عنه كثير، الاتحاد الاوروبي بعد ما لسانه قال شو قال؟ انه هي حالة ايديولوجية لا يمكن القضاء ممتاز عليها. ممتاز، لكن ما فيك تقضي عليها. الشغلة الثانية عم تحكي بشهرين دمار، اكيد في دمار قد ما بدك، جرائم ابادة، حرب ابادة حقيقية ضد الفلسطينيين الغزيين، هذا كمان ما فينا نقول غير هيك، بس لليوم لا قدروا منعوا صاروخ ينزل بعم الكيان الإسرائيلي، ولا قدروا حرروا أي محتجز عند حماس بالقوة، وهذا بيقول لي غير هيك يعطيني الدليل، ما قدروا عملوا غير دمار، بيدمروا هلا، وهذا قتلوا هالقد، وقتلوا بعرف قتلوا هالقد، هي الجزائر اللي تحررت راح منها 1.5 مليون، والاتحاد السوفيتي وقت اللي حارب النازية كم مليون حط، صح، يعني ما فيك تعمل حرب بدون ما يكون في ثمن، بس اليوم ما قدروا حققوا شيء. طيب في هجرة معاكسة من الكيان الإسرائيلي على أوروبا ولا لا؟ سألي مين ما بدك، أي حدا مطلع شوي من الصحفيين موجودين بفرنسا وغير فرنسا، بس يعني أنا قدرت وصلت مع صحفي بفرنسا، في آلاف اللي رجعوا على فرنسا مثلا، باليونان في رقم معين ما قد فرنسا، بس في رقم. طيب ما كمان في هجرة معاكسة لإسرائيل، في وضع اقتصادي يعني في عندهم مشكلة اليوم، عم يعني يعانوا من ما بدي أقول أزمة حادة اقتصادية، بس عندهم صار اليوم طبيعي. تراجع بوضع الاقتصادي طبيعي. الإسرائيلي جراء الحرب، تراجع كبير، طيب لأنه كتير المسؤولين عن السيكتور الأكثر شيء بيطلعوا لهم مصاري اللي هي التكنولوجيا أخذوهم على الاحتياط، ممتاز، واليوم طالع الصرخة، سكان المستوطنات بالشمال بجنوب لبنان رفضوا يرجعوا، مظاهرات وريع وسائل الاعلام الاجنبيه، ما قريتها انا لا بإذاعة حماس ولا سمعتها على تلفزيون الجهاد الاسلامي، اليوم المظاهرات بقلب الكيان الاسرائيلي اللي عم تطالب الحكومه الاسرائيليه باجراء تبادل للاسرى، عمليه صح. تبادل للاسرى، طيب ما يعني هذا الوضع كمان بدنا نقراه، فينا نقول بس الانهزاميين بيخبرون انه الفلسطينيين عم يموتوا، بعرف عم يموتوا، عم يروح بمعدل 20 شهيد بالساعه، صح، العدد بس كثير كبير، 20 شهيد بالساعه. طيب اكيد اللي صار كانت ضربه كثير كبيره على اسرائيل، اليوم نتنياهو
رايح طبيعي للمحاكمة. وكان موقف رجب طيب أردوغان الأخير بالنسبة للتهديد اللي صار الإسرائيلي أنه راح يقضوا على كل قادة حماس بتركيا وبقطر وبلبنان، كان في رد كتير كبير من وهو تركيا اهم رد هون. عمله، إيه اهم رد عمله خليفة المسلمين ليه ما كرمه الله حسيت أنه بده حفظه الله، جزار غزة وصفه لنتنياهو؟ هو وصفه قال ما بيحكي معه. عرفت كيف يعني؟ انت وقت بنتك شوي بالمدرسة هيك دروسها تراجع تمثيلية ما بقى يعني؟ لو ما تم حكي، هذا حكي بينحكى رئيس دولة، انا ما بقطع علاقتي مع اسرائيل بس ما بحكي مع نتنياهو. يعني عرفت كيف؟ اذا بنتك شوي بالبيت هيك عملت شيء انا زعلت منك، ما بقى احكيكي. ما هيك بتنفهم عن جد؟ هيك بتنفهم؟ ليه؟ لأنه ما راح لحد قطع العلاقات نهائيا واتخاذ طيب شو معنى قرار اذا كان عن جد هو عم يدعي كان فقط تصريح يعني. خلافة المسلمين عشوائي؟ زلمه صرنا الحمد لله كدور السنة الحمد لله بالمنطقة حتى أكيد. يعني بات شو بدي خبرك انت، بحب انت شو يضاهي بدك السعودية بدور الحقيقة؟ المنطقة يعني. الحقيقة ما حدا بدي خلينا نحكي، ما حدا نصر سني بفلسطين الا الايرانيه واليمنيه، هوديك هوديك زيديين وهوديك شيعه جعفريين، هودي هذا حدا واقع الحال، وحسب الله الشيعه بلبنان. عرفت كيف؟ شو يعني؟ والله هذا واقع الحال. الدول العربيه مطبعه كلها اللي عاملين رافعين اللواء اهل السنه مع اسرائيل باستثناء شيعه والعلوي بسوريا بشار الاسد، والماروني كان بلبنان ايميل لحود مش العون. والله هذا واقع الحال، بس هودي كفار. عرفت كيف؟ هوديك مؤمنين ومسلمين، فسري لي حلل وناقش بقى هون، انا هيدي ما عم اقدر افهمها. وبيطلع هوديك جماعه، يعني شو بدي خبرك؟ بعاد عن الاسلام، هوديك جماعه روافض وهوديك كافر، بس هن لا مش هن ممكن. تعامل دينيا برأيك شو؟ ولا بالسياسة وتقاسم مصالح طيب ليش وحدود مسابق؟ ليش مسابق؟ المنطقة؟ ماني بتهم العالم، هذا رافضي معني فتاوى اكيد ما عم تجي من الساحل السوري، ولا عم تطلع من هون من المتل الشمالي، اكيد الفتاوى عم تجي من هونيك. شو الفتاوى بتقول؟ هذا رافضي وهذا نصراني وهذا مدري شو، وهن شو فيهم؟ وشو عملتوا انتوا للفلسطينيين؟ شو قدمتوا لهم؟ دخلك منهم سنه هول ولا لا؟ بعدين مصر، يعني شفت انت الدور المصري هلا لا في مصر سابقه صارت، في سابقه صارت مره مصر منه رفض الموافقه على الترانسفير اللي كان مقترح لسينا، كان طيب خلينا نحكي موقف عن المساعدات. قصدك معبر؟ معبر؟ لك طبعا مساعدات بس قادرة فيش خجول، قادرة لانه ليش اسرائيليين واقفين من تاخذ عين القرار مصر بهيدا ال ما كان في مصر صراحه. وين مصر؟ يعني وين كانت ما مصر؟ هيدا اللي وين بدي اليوم اقوله، مصر؟ قادرة تاخذ صراحه صراحه عندها هيدي القوة؟ هون عندها السؤال. هيدي القوة، ليش انه ليش شو تغير فيها؟ ما بعدها دولتها ذاتها، بدك قرار. لانه وقت انت يمكن بترك لانه طيب شو؟ اقتصاديا منهاره، يمكن لانه بحاجه يعني هالدول كانت اللي عم يسكتها من ايدها اللي بتوجعها. خلينا نحكي يا الامور عمي مثل يا ما عمي هي الدول، عن يعني. جد قصه الدول المنهاره، لو ما كلياتنا دول منهاره شو عملوا لنا؟ ولو خرجوا لنا الكهرباء، ما سمحوا لنا نفوت كهرباء لهون الامريكان، ونحن راكدين نرضيهم. لك بس احنا كهرباء الى يعطونا استثناء من الاردن ومن مصر لندخل غاز لحتى ماشي بعد وعد ما من دون وعد. تنفيذ. وعلى فكره عملوا استثناءات مثلا بالعراق صح، اللي احنا عندنا لا، ونحن فزعانين منهم. خي طب ما شو بده يعملوا فينا اكثر من هيك؟ ما فهمت شو بده يعملوا فينا اكثر من هيك؟ على شو بدنا نخاف؟ طب اليوم اذا بدنا نحكي قبل ما ننتقل للملف اللبناني، ان كان بدنا نحكي 1701 لانه هلا هو نعم النجم، وبدنا نحكي ملف قياده الجيش، نعم. ولكن لانهي ملف غزه، برايك لوين رايحه الامور؟ الكل بيقول مطوله مطوله الى اي حد، وهيك بتضل المنطقه مرجحه بانتظار تصير حرب اكبر شامله، ما تصير تنتهي، كيف رح تنتهي؟ هيك قبل كل شيء خلينا في كم شغله نحط نعرضهم. في ضغط شعبي عالمي بكل دول العالم، اول مره نحن نشوف هالضغط الحقيقه من احرار العالم، انا بسميهم اللي عم يناصروا هالقضيه. صح، الصوت طالع من وين؟ بامريكا، من دون اي استثناء بالاتحاد الاوروبي، هم من كان نحن بنقول دائما انه هدول احرار، يعني بكل معنى الكلمه. عندك الوضع الفلسطيني كمان اللي هو حقيقة بين الحديث هلا اليوم شهرين، الإسرائيلي قريت تاريخه بحارب 5 أيام 3 أيام 4 أيام، أطول حرب حاربها هون بلبنان بعدوان تموز 2006، وهلا حربوا على طول جمعة 3 أيام 5 أيام، هيك تاريخه. وكان يعني يتفوق على كل اللي كان يحاربهم بتاريخه. اليوم معركة شهرين، الضغط العالمي أكيد الرأي العام أكيد هذا له تأثير على مؤثر
بالدول اللي عم يكون فيها. بس كيف رح تكون؟ اكيد هذا يعني شو رح يصير بكره؟ هلا مش شو بكره عم حدد بكره شو؟ ولكن خلينا نكمل. عندك الفلسطينيه اللي عم يقوموا بواجبهم وعم يقاتلوا بكل، يعني شفنا نحن انه قلناها مشان من عيد ما قدروا في الاسرائيليين منعوهم. عندك جبهات المسانده من اليمن، من لبنان، من الضفه الغربيه، يعني كلها بتشكل قوات ردع، قوات ضغط، يعني اداه ضغط. وعندك المقاومه العراقيه اللي عم تقاتل الامريكان، لانه الامريكان هن الشركاء، مش شركاء، هن انا بعتبر هن الاساسيين بالعدوان. الاسلحه منهم والاله العسكريه منهم والتغطيه بالمحافل الدوليه لاسرائيل من امريكا. فكمان المقاومه العراقيه عم تحاربهم بكل المحلات، يعني لحقتهم وكذا والاخره. فهون هيدي كلها عوامل ضغط عم تكون على اسرائيل، على الاسرائيلي. قد الاسرائيلي في يكمل؟ وحكينا نحن على وضعه الداخلي الاقتصادي والشعبي. هلا يعني انا رح مشان تكون حرب استنزاف لاسرائيل تحديدا، هيدي انا بعتبر يمكن اسرائيلي، لا لا لا، الاسرائيلي عم يستخدم الميدان للتفاوض. للتفاوض أكيد. على النار اكيد، هلا يعني على نار حاميه بده يتفاوض، بده يتفاوض كرمال تفاوض، كرمال في شيء جديد عم يركب اكيد. يعني في عنده ما موضوع رح تخلص هيك ونرجع مثل قبل، تروق وترجع تشتعل. بده يكون في ما يخطط لمنطقه جديده. يعني هلا في شيء جديد، يعني في شيء جديد لصالح فلسطين او لا؟ اليوم كل حدا يعني ليش اللي ليش عم نشوفه بالضفه بالتوازي مع اللي عم بيصير بغزه، يعني المخطط كبير مش لصالح الدولتين مثل ما يحكى انه عوده الى حل هذا الموضوع. اعطيتيني شيء بدي كمله. في ما بنخفي كمان نفس الوقت، ما بنخفي خوف من نجاح الاسرائيلي التهجير عدد كبير من الفلسطينيين، ما بنخفيها. بس انا بعتبر الترجيح يعني اقل من الفرضيه الاولى اللي هي انه ما راح يقدر يحقق النتيجه اللي بده اياها. بده يروح على مفاوضات على شكل معين، على تفاهمات مشان المحتجزين، مشان قد يكون في شيء امني. بس انه بفتكر بده يقدر يقلب المعادله لمصلحته. طبعا هو رح يسعى، بس انا بشك انه يقدر، لانه من خلال هالاشهر الشهرين اللي بده ما عمله، ما قدر، قد بده يستمر، ما قدر، قديش بده يستمر غير انه يقتل ويدمر. هلا عم يقتل، انه هذا الموضوع سلمنا فيه، مجرم عم يقتل، وحش وفالت بالعربي. بس رح يقدر؟ هذا السؤال. انا ما بدي انفي، بس بستبعد. فاصل اول واكيد نرجع نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقه، وبالجزء الثاني والثالث اكيد رح يكون بحث لبناني بالملفات من 1701 لملف قياده الجيش وغيرها من المواضيع. خليكم معنا. عودة مشاهدينا لمتابعة حلقتنا من نبض بيروت، دائما مع ضيفي الصحافي حسان الحسن. نتابع بموضوع ما يحصل بغزة تزامنا ما يحصل على حدودنا الجنوبية. وخليني هون كمان نذكر يعني منذ بعض الوقت تم إعلان عن استشهاد عسكري وثلاثة من الجيش اللبناني أكيد انصابوا جراء كمان اعتداء إسرائيلي. الله يرحم الشهداء، يعني دائما بكل كمان اللي بكل حرب بهذا بكل عدوان اسرائيلي على لبنان في نصيب بيوقع على الجيش، يعني في حرب بيدفعوا ضريبه جيشنا. اللي عم بيصير على جنوبنا رجع طرح 1701، ولكن اذا بدنا نحكي من التفكير الغربي من باب تعديله توسيعه اعطاء، يعني هيدا الموضوع كنا كل سنه نسمع نفس النغمه. اذا يعني بنلاحظ انه دائما كل ما يقرب التجديد لليونيفيل نرجع بنشوف انه امكانيه توسيع مهمات اليونيفيل وكل ذلك. اليوم كيف بتشوف تطور الامور؟ واخر زياره قام فيها لودريان بدل ما يحكي بملف رئاسه الجمهوريه حكي بال 1901 وملف قياده الجيش. هلا حقيقه هو اللي بيفاجئك انه مسيو لودريان اجى على لبنان كانه هن المعركه خلصت، مقاومة خسرت، وهو هلا اليوم بيمثل الفريق الربحان وجاي يفرض املاءاته على لبنان. ابدا هيك بهالشكل اجى. صدق شو فيها كيف صارت؟ ابدا هيك هو غريب، هيك بدكم تعملوا حبيبي بعد المعركه بعد ما خلصت. هلا في لبنانيين قالوا انه حزب الله يتراجع بيمشي الحال. يتراجع وين؟ لا لك شغله وهيدي بالمعلومات.
حزب الله طلب بعتوا له اسرائيليين وسطة يعني اقليميين وغير اقليميين انه حي جبهة الجنوب. شو حي جبهة الجنوب؟ ليش هن يعني انت اليوم عم تتعامل مع عدو هو خطر او هو خطر؟ يعني اذا تركته انت يستفرد بغزه انه ما بيرجع لبنان، ما معقوله يعني ما بيعملها؟ ما سؤال بيعملها او لا؟ عم بيحكوا انه ذريعة، شو يعني ذريعه؟ وجود الحزب كقوة مسلحة على طيب الحدود، كثير منيح. انا وقت اللي خلت اسرائيلي بده ينسحب المستوطنين خليني اخلص. يتراجعوا لا هالقد لا عن الحدود وشكل لهم ذعر، وهالشي كمان ليش بده عقد يتراجع؟ الأمور. ليه بده يتراجع؟ اذا انت ما اعتديت حزب الله ما راح يعتدي، بدليل من سنه من 2006 لليوم هو قام بعمليات الا باطار الرد؟ ابدا. انا هو بحق له يكون عنده طيارات واساطيل وتجي الاساطيل الامريكانيه مسانده، ونحن يكون عندنا شويه سلاح من نحمي لبنان فيها ممنوع. وكيف هالسياده هون ما بعرف، ما هون كمان يعني هون ازدواجيه المعايير بالموضوع السياده. ما هي والسياديين كمان كانوا مشاركين بحكومات حزب الله فيها وموافقين على بياناتها الوزاريه. عيب والله عيب. بس ال 1701 شو 1701؟ ايه شو بيقول؟ ليش ما بده بده يتنفذ؟ يتنسق بيكون ليه بدخول ما بده اليونيفيل يتنفذ؟ عم يتنفذ، بده يكون كيف؟ بالتنسيق مع الجيش بس ال دخول على المنطقة. 1701 ما لازم يكون في مجموعات مسلحة على مسافة معينة وذهاب إلى الليطاني ايه التراجع لهذه ودخلك النقطة. وقت الاسرائيليه عم يستهدفوا لبنان شو بيعملوا؟ هني بتركوهم. طيب بس ليش وافقوا على 1701 من وافقوا على الأساس؟ 1701 بس ما في قواعد اشتباك يعني قائمة من 2006 ما لليوم. عملنا الطائف وما بس نفذناه، بس يعني لا في فرق، نحن في قواعد اشتباك معينة لأنه بعده الإسرائيلي محتل أراضي لبنانية. مشان هيك هلا انسحب الإسرائيلي من لبنان وما عاد عندنا مشاكل نحن هلا هي وياه. قصة مزارع شبعة؟ بس أنت مزارع في بتتأكد إذا مزارع لبنانية ولا لا ولا أو لا؟ لبنانية بالتأكيد. هلا موضوع هذا موضوع وفي نقاط حتى داخل فيها هو ما انتهيت لليوم. وفي جزء من الغربي بفتكر، الغربي بفتكر من الغجر والجنوبي حقيقة وتلالك جزء فرشوبة أو وتلالك. طيب يعني في خلافات نحن وياه، نحن ما لنا بحالة سلام نحن وهذا مع العدو لليوم. وفي الفلسطينية بعدهم عندنا وما رجعوا. طيب ما كمان هذه كله ما هي نتيجة الاحتلال. طب هون وين دور الجيش دور الجيش ودور بنسى. هلا الحكومة؟ انتبه، ما يعني الحكومة لا كمان أليس مستفزا لا أنه رئيس حكومتنا بيقول قرار السلم والحرب مش بإيدنا؟ هلا طب هيدا ما مش في اليوم رئيس مستفز؟ جمهورية، ما في دولة بمعنى الحقيقي، ما في حكومة هو كرمال كاملة. هيك اي ولا طبعا. قصده أنه حزب الله لا بيعمل؟ لا حزب الله ما تنسي انه اللي ما كان يشتغل من عقله كان منسق مع الجيش. هي معادلة اسمها شعب وجيش ومقاومة. لا في تنسيق مع الجيش مو صحيح هالكلام. في وبعدين تنسيق مع المقاومة الجيش اكيد، بكل لكن شيء عم بيصير، هلا بكل شيء عم يصير ما بعرف انا تفاصيل لأنه طبعا. يعني تفاصيل عسكرية حاليا ما بعرف انا، يعني لا احكيك اياها مثل ما هي. أجواء حزب الله في عتب، أنه شو عم بيصير بالمطارات اللي موجود فيها، يعني تحديدا بحماة، ويعني هلا ماشي، هلا لوحوا منيح بهيدا منيح الموضوع تمام كمان. تمام كثير منيح. يعني هون كيف في تنسيق وفي هيدي الرسائل هلا اللي عم اذا تنتقظوها بيناتهم؟ يعني خليني خبرك هون بهذا الموضوع، يعني الحزب هي لانه السلاح المقاومه مشرع ببيان وزاري، بيان وزاري هو مشرع يعني السلاح شرعي بمعنى الحكومه موافقه، الحكومات موافقه عليه، حتى الحكومات اللي شاركت فيها مختلف الافرقاء كتائب والقوات والى اخره. يعني مش عم نتهم بس كتائب والقوات، كل المرأة حكومات شاركوا فيها مختلف الاحزاب الممثله بمجلس النواب وكلها كانوا موافقه على البيان الوزاري اللي فيه حق لبنان بالمقاومه. فسلاح شرعي. هلا بموضوع هون يعني انا بدي اشكرك، موضوع مثلا حماه الاحتلال الايراني للبنان، ما شفت ولا قاعده ايرانيه بلبنان، قواعد امريكانيه بلبنان. اللي عامل قاعده بحماه وحضرتك بنت البترون هن الامريكان، هن اللي عندهم سفاره ما حدا في يقرب عليها. الجيش بيقول هيدي مركز للجيش مش قاعده، ولكن شوف شو في بتهبط بقلب. طيارات لشو؟ امريكيه. لشو؟ بده ياخذوا خبره من الجيش اللبناني كيف بده يحاربوا يعني لا بدهم اتحاد يعطوها، لانه في روسيا؟ قوات خاصه هناك ايه بدربون. على شو بيدربون؟ على مين؟ اي عدو؟ ما حد الدولي اذا افهم ما بده يدربون. مين العدو اللي بده يدربوه لحتى نعرف؟ الارهابيين؟ ما هو ترامب بكتابه هو قايل بحملته الانتخابيه انه داعش عملها اوباما وكلينتون هيلاري. ما هذا الحكي ما هو من عندي، من عندهم هن. طيب شو ما فهمت؟ يعني تدريب لشو؟ مين العدو؟ ما عرفنا لمين. اذا كان العدو الارهابي مثلا، عمليه فجر الجرود تمت وغضبوا على الرئيس عون لانه بايام وبعثه تمت. طيب بدهم مطار آمن لشو؟
لشو؟ ايه هذا منع، هيك ما بيأثر. هون السيادة خطة بديلة إذا صار كبرت شو؟ الحرب للإجلاء لإجلاء مين؟ الطواقم الأمريكية هلا هذا هلا بقاعدة عسكرية تدريب، ما أنت عم تقولي تدريب، ما قالوا هن مطارات للإجلاء. ما هو مش مفهوم شو؟ طيب ما فهمت، لأنه لم يصدر وليش شيء هونيك، رسمي ليش السيادين هون ما سمعنا هون غاروا على سيادة لبنان؟ كيف؟ ليش ما سمعنا وين القاعدة الإيرانية بلبنان؟ ويني؟ سفيرة إيرانية بتطلع سفير إيراني بيطلع عند النائب جبران باسيل بيقول له مدد لقاضي الجيش؟ قولي لي ممنوع تحبس رياض سلامة؟ الإيرانية عملوها بلبنان؟ مين عمل هيدي بلبنان؟ أي سيادة؟ هذا الشيء صار أو ما صار؟ مين حمي لرياض سلامة؟ مين بقى بموقعه؟ مين؟ مين رقب انقلاب على رئيس الجمهورية بلبنان؟ ما هو ما هني وزبوناتهم ولا لا؟ وكملوا الانقلاب بأربع آب وجربوا يكملوا على الأجهزة الأمنية ويحبسوا قادة الأجهزة الأمنية مثل ما عملوا بال2005. وبيطلع مين؟ الإيران لاند. عيب عيب، ما فيك على انت مرقب دبي، ما فيك تمر ايه كرمال السفاره الامريكانيه. طب حقهم حقهم طيب حق وحقهم يطلعوا عندهم مروحيات بتروح من قبرص لهون، شو بتنزل هون؟ ما حدا بيحقهم. طب اكيد حقهم. واذا حزب الله ما واذا حزب الله بارضه مؤن يعني عال، واذا حزب الله بارضه موجود بارضه بارض لبنانيه بقرار لبناني بقرار من الحكومه الشرعيه اللبنانيه، هذا بشكل خطر على سياده لبنان، وهذا ايران لاند. يعني حل وناقش، انا ما عم بفهم صراحه شو هالايران لاند ومين حقيقه. انت بتشوف يعني الوضع طبيعي؟ وضع طبيعي بدنا نشوف كل الناس. وقت اللي بيكون البلد طبيعي وما في عنا تدخل اجنبي والفلسطينيين نحن عنا بلبنان صار في تفاهم مشانهم وانسحب الاسرائيلي وحزب الله معه سلاحه، اكيد لي موقف ثاني من هالمنبر بقول لك اياه من هون، لانه انا بحياة عمري ما قيدت غير الجيش اللبناني وبس. بس انه المقاومه عم بدها يعني هي دحرت العدو من لبنان ومنعت لك لها ادوار كثير. لا كثر خيرك، ميرسي. اي وبعدين حل الوضع. أوكي. حل الوضع. نحن صار في استراتيجيه دفاعيه تفهمنا عليها، ما حدا ضنين على الجيش اللبناني اكثر من رئيسين جمهوريه موارنه من جبل لبنان، ان كان العماد ايميل لحود وان كان العماد ميشيل عون. معلش ما حدا يحب الجيش اكثر منهم، صح ولا لا؟ ما حدا يحب جيش اكثر من رحم الجيش وهن ورأس الجمهورية وما حدا زيد على مارونيتون ابدا. اثنين ما حدا زيد على مارونيتون. رئيس لحود لو ما صمد بقصر بعبدة كان صار قصر بعبدة، مين ما كان مين بيجي عبله بيطلع على قصر بعبدة. وبعدين كمان العماد عون كذلك الامر رغم المؤامرة اللي تركبت عليه بقي بقلب القصر وما خلى هيبة هالقصر تمس. طيب هون يعني مؤامرة تركبة اكيد وسط المظاهرة. معلش انا سوري ما بقاطع بس بدي اقاطعك. وسط المظاهرات على باب القصر، يعني على مداخله مش على بابه، على مداخله. كيف مؤامرة قصدك من الداخل؟ ولا في افراط نظره من الداخل؟ هون عم بتلمح للطوارئ مش عم لمح يعني؟ اكيد. ليش بدي استحي؟ كيف وصلوا على حجه انه احنا ما فينا نقرب؟ شو ما فيك تقرب؟ فيك انت تتركهم يعمروا حيط على نهر الكل؟ هلا عم نفتح سيارة قديمة كنا بموضوع فلسطين صرنا هون بس قديمة. هذا العمل هون يمكن بسبب هذا العمل معقول؟ هذا العمل معقول؟ حدا بيجي بيعمر حيط؟ مشان هيك في مكافأة هلا؟ ما بعرف يعني حقيقة يعني صار حقيقة توضع عن جد بإطار هالدعم الغربي، يعني يجي لدريان خصوصي ليضغط. يعني طلعت على العلن، ما في سر يعني اللقاء اللي كان مع جبران باسيل انه غير موقفك بالنسبة للتمديد لقائد الجيش. قصتنا جاييني قبل كل شيء. في عنا مثل بيقولوا احنا عند الاسلام، قال نبي محمد مات ما انقطعت قيمته. ما بيصير، مع احترامي لكل الناس، انا ما عندي شيء ضد قائد الجيش بمستوى، ما عندي علاقة معه ولا بعرفه ولا خصني فيه. انا كل عمري بحافظ بحب المؤسسة، وبعمري انا كاعلامي اشتغلت وكصحافي بحياة عمري ما كتب شيء له علاقة بالجيش، لانه بحب اضل المؤسسة منزهة وبعيدة عن السياسة والتجاذبات. السؤال اللي بينسأل، معقول انه مؤسسه تربط بشخص؟ مين ما كان؟ ان شاء الله العماد ميشيل عون، في اكثر من هيك؟ لانه بالنسبه لي يعني من يعني اكثر قائد ايدته بحياتي. ما لازم مؤسسه لازم تمشي، لازم تمشي المؤسسه. طيب في هي دوره مؤسسات، في ضباط كفؤ بيكون قائد بيخلص خدمته بيستلم قائد محله،
ما يعني شو هالقصه الكبيره؟ ما هيك لازم يكون؟ ما هذا المنطق الطبيعي؟ شد الحبال اليوم انه بالسياسه، اكيد يعني بالسياسه. التيار الوطني الحر اليوم يرفض لانه جوزيف عون، ولا لانه بسياق رفض مبدأ التمديد يا ككل سيدنا وخرق الكريم، القوانين؟ اللواء عباس ابراهيم وشخص حقيقة انجز، انا بعتبره، بس على العيب ملف المخطوفين كيف كان له دور، حتى ملف النازحين السوريين هو الوحيد يعني حقيقة، يعني يعني كان له دور وكان في لا حاجة رد جزء، لبقاء هو هيك الوحيد رد. وكفى طيب الأمن العام من كفى دون الامن ما العام. طيب حاكم مصرف لبنان اليوم هبطوا حيطان يا علينا، لطيف، مش بده رح يصير يصير. الدولار ب 15,000، عرفت كيف؟ هيدي بكره أول بصير شيء. ب 20,000، بكره بصير وصلنا على 150,000. خبية طيب لا حول لا حول، كمل. انا عم اقول لك، برجع بقول لك، وما بكل صدق، انا ما عندي شيء شخصي انا وياه، لا بعرفه ولا خصني فيه، بس بالمنطق قلت لك ان شاء الله يكون العماد مش عون هلا قائد الجيش، ليش بدك تمدد له؟ طيب خلينا نكفي بهذا الموضوع أحلى ما نقطع الأفكار. نعم، شو الحلول اللي ممكن تكون؟ كيف رح تنتهي هذه القضية؟ ليش عم بيصير هيك بي يعني التجاذبات بملف قيادة الجيش؟ لكن بعد الفاصل الثاني اللي رح ناخده هلأ أكيد، ونترك كل هالتفاصيل للجزء الأخير من حلقتنا. خليكن معنا مشاهدينا. عودة لمتابعة حلقتنا دايما مع ضيفي الصحافي حسان الحسن. سنتابع يعني بما تبقى لنا من وقت الأوروبيين أو تحديدا الفرنسيين وماجيت لودريان للقول بأنه جوزيف عون ضمانة لأوروبا، لذلك يجب إيجاد حل لتمديد لتأجيل تسريح عند مجلس وزراء عند مجلس النواب. واليوم شفنا تقاذف الكرة بين الاثنين، يعني مئاتي بكب عند بري وبري بكب عند مئاتي، وبعضهم ناطرين بري يقعد جلسة. هيك قال له امبارح سمير جعجع 4 شهور ومع قدد جلسة تشريعية ليمرق القانون اللي قدموه. شو اللي عم بيصير؟ هلا هو السؤال اللي بينسأل. طيب هيد ما احكي على التدخل، خلينا نبلش بالاول. في دولة بالعالم هيك ما بيتقاعد فيها موظف يصير حاجة؟ معقول جيش لبناني حاجة؟ طيب ما هيدي، طب ما هي يعني المسؤولية دايما انه بتمر، انت بمر مسؤولية بتخلص بيجي غيرك. ليش هيدا طبيعي بس بالسياسة؟ طبيعي. طيب تقول هيدا عم تقول نحكي. فرنسا طيب. جوزيف عون حاجة او ضمانة لأوروبا، ضمانة بأي إطار؟ والله يعني عم يقول هو مشان منع النازحين هيك، يعني محافظ على البحر محافظ. طيب والبر؟ ما هو سؤال بينسأل كمان. متروك البر؟ يعني مسموح لبنان يكون هون يعني يصير في تدفق لمزيد من النازحين والبحر ممنوع؟ لضبط البحر ليش ما ضبط البر؟ ضمان لفرنسا بس ما ضمان للبنان. اذا هيك مزبوط. شو معناتها يعني؟ كيف تكون في بيكون اول شيء بتكون ضمانه لبلدك بالدرجه الاولى، بعدين في يعني بنحكي بنرجع على السياده. طب وين السياديين وقت اللي بيجي حدا اجنبي غريب بده يطلب من النواب اللبنانيين انهم شو بتمديد لموظف لبناني؟ هون هن شو تيار السياده ولقاء ما بعرف شو اسمهم وكله من اجل سياده لبنان، وين سياده لبنان؟ طيب شو الحل؟ الحل؟ ما في رئيس جمهوري، ما في رئيس جمهورية كتير، ما في تعيينات. هلا هو الحل بالاساس يكون في رئيس جمهورية وتجي دورة المؤسسات. ما هي طيب شو صار بالأمن العام؟ نعمل نفس الشيء بالتكليف. صعب القصة كتير، بس هون المحلولة ما في رئيس أركان. كيف ما في رئيس أركان؟ بتكلف الضابط الأعلى. الضابط الأعلى قالوا بالمجلس العسكري ما بيحق له، والضابط الأعلى بقلب مؤسسة الجيش. ليش ما بيقدر يستلم؟ ما في عندنا كفاءات بقى بالجيش اللبناني؟ اكيد في. طب مثل ما كان مثل هالجيش اللبناني ما خرج العماد جوزيف عون، في كمان عمدة وضباط. طب اليوم المنطق شو بيقول؟ رايحين لهيدا السيناريو؟ هلا هو في سيناريو يعني ما ممكن يمرق التعيين جديد. هلا التعيين جديد صعب. اوكي بي بي صعب لانه تم مربوط تداول باسماء، يعني حتى وصلنا تم عشوائي. تم تداول عم باسماء. هلا خليني اخبرك يعني. هذه مباركة باشخاص بفتكر دعاية محلية، يعني بيبقى في عنده بعض هيك بعض العلاقات العامة وبيطلعوا بيحكوا، لانه لو حدا مستند لواقع ما بيحكي هيك. ما في مجلس وزراء، ما متفقين بعد على حدا، ما في رئيس جمهوريه، كيف تجي بتبارك؟ بعدين اذا بده يعملها الرئيس مئاتي
يعين، بده يعينه مدير عام امن الداخلي هيك مفترض. طلع مين ما طلعت سمعنا غير فكرة باسم واحد، احنا سمعنا الاعتذار. بفرد اسم على قيادة الجيش، ما سمعنا بقية الضباط بقية المراكز في تعيينات. مثلا يا حاكم مصر في لبنان، ليش ما سمعنا باسم حاكم اصيل؟ يعني إذا بده يصير في شو تعيينات على مستوى مؤسسة الجيش لازم يصير في تعيينات كل الفراغات، المفروض ليش؟ وإلا ليش هالمركز وحده؟ يعني هيدا مؤشر إنه ما انحكى بهوليك يعني ما راح يصير تعيين. ما في يعني، ما على القليلة ما في، ما صار في اتفاق يعني، كان في توجه، خلينا نقول كلمة توجه انه تعيين قائد جديد للجيش، بس ما انحكى ببقية المواقع. وليش بعد بس لانه الجيش هو مهدد البلد اخي، ما اختلفنا. ليش بالزمان ما استلموا عدة مرات؟ صار في ايام يعني رئيس اركان استلم بالسابق، طب رئيس رئيس الجمهورية اللي بده يجي بعدين راح يقبل بقائد جيش معينين يا صدنا وغيره؟ الكريم. هلا في اليوم عملوا، قلت لك ليش، تجربة الامن العام، حطوا مدير عام بالوكالة وهي ومشى الامر، مشى يصل الامور. بيسري طيب ومشي حاله كثير منيح. ومشي. اليوم اذا في تعثر ل تعيين قائد اصيل بيسموه الضابط الاعلى، مين على ضابط بالجيش اللبناني يستلم؟ صعبه، ما بيمشي الجيش، ما بيقدر. ما هو ممكن يكون مرشح لقياده الجيش افتراض، ما بي... ما بعد اذا الفرق انه اذا عمل عماد بقرار من مجلس الوزراء، طيب هو العميد نفسه بيقدر يمشي الجيش بكل بساطه. هل قد ما بدك تقول الخبريه طب اذا بحال في تعثر؟ طب وليه اخذ هالقد مدى؟ هلا ليش هالقد بسيطه الامور و هلا لانه ما في جو. في عندك جزء انه بيقول انه نحن كمان رئيس جمهوريه شو بيبقى له اذا ما حيكون له يعني يد بتسمية قائد مش الجيش. هيك الحل، التكليف لحين بتكلف انتخاب رئيس جمهورية بيصير في تعيين ضابط الأعلى جديد ضابط اللي الأعلى. اللي وأنا باعتقادي حتى يعني عم نحكي بشكل يعني هيك متجرد، إذا رئيس جمهورية بده يجي مفترض بكل دول العالم شو بيصير؟ كيف بيتنقى قائد الجيش بالعادة؟ أو الضابط الأمني بموقع معين بيراعوا شغلتين، الأقدمية والكفاءة، لأنه ممكن يكون مثلا في وتصير الحسنة وإذا هي ما الكفاءة عنده هي الكفاءة يعني تعد دوره، مهماته، شو منجز، شو عامل، شو كذا، على أساس كمان بياخذوا بعين الاعتبار وين خادم وإذا كان وين خادم، مش هو وين خادم، شو عامل هيك أصلا. يعني نحن مثلا يعني إذا كان ميداني أم إداري أم هلا بالتأكيد اليوم، يا هل ترى الضابط الميداني بيكون مثل الضابط الإداري؟ ما بعرف يعني بالاداره، يعني ما بعرف شو يعني المعايير اللي ممكن تتاخد. لانه في يعني بالجيش قطع، يعني بيكون مبلش امر فصيله، بصير قائد امر سريه، قائد كتيبه، قائد لواء، قائد فوج، مدير اداره معينه، بيكون مر عليها مثقل بالخبرات وعمل دوره اركان وعمل. هي بالجيش هيك يعني بمر بمحطات كثيره، بصير هو مع الوقت يعني عنده خبره بكل تفاصيل الجيش. وقت بيكون قائد جيش مثلا العماد مش هنعمل. كان ميداني، كان قائد لواء الثامن، رئيس الحوض، كان مدير عام، كان مدير الافراد، وموقع منه مسحه ابدا في الجيش قبل ما يعمل قائد جيش. يعني بمروا بمواقع خلتهم يصيروا يعني يكتسبوا خبره كثير كبيره، اهل لا قياده الجيش. هلا يوم عم نذكر الرئيس الحوض بيسالوا الرئيس وهيدي يعني موثقه، بيقول له مين بدك تعين مدير مخابرات؟ قال له احسن ضابط. قال له كيف؟ قال له احسن ضابط، ما بتعمل لي فحص. بينقل الخبريه للسوريين، رئيس الهراوي بيقول لهم يا عمي هذا بعد ما عيني قائد جيش، وبعد عم يحطش ما حدا بيتدخل معي. طب بيجاوب الرئيس حافظ احسن، قال له هيك قال لك؟ قال له اوف كثير منيح، هيك المفروض يكون الضابط، هيك المفروض يكون الضابط. انت انا بدي انا المفروض من مطلوب مني اقود هالمؤسسه، بدي اقودها بعيد عن السياسيين. كان اسالحوا اللواء جميل السعيد موجود، فيك تتصفي يعملوا وسايط مع السياسيين، بعض العساكر انه بكون خدمته بالجنوب مثلا بده ينتقل، وين يطلب؟ بالعكس يعملوا له اياه، ما خلوا ما عاد يخلوا سياسي يتدخل بالجيش. هيدا الاصول، هيدا الاصول، انه يجي يكون في قائد جيش ما له علاقه مع، مش راضي الطبقه السياسيه. اذا راضي الطبقه السياسيه يعني ما كتير مستبشر خير، لانه مش شغلته هو السياسي. وهني مفروض اذا كان ضابط محترم نفسه، بيقول لانه جوزيف عون كمان مش راضي الطبقه السياسيه، فينا نقمي عليه، مش راضي الطبقة السياسية، ما بعرف، ما راضي اصلا، ما راضي بقيت. ما راضي ما راضي اصلا الطبقة السياسية يعني راضي اصلا دون اخر. عم اقول لك لبنانيا عم نحكي، نحن اليوم برات نموذج اليوم عم نذكره صدقا، يعني هيك بشكل عفوي رئيس الحوض كيف تعاطى؟
خلى السيسي دخل الجيش، وكان معه طبعا اكيد حده، قلت لك مسكوا حتى اللواء جميل السيد يبقى مكان حتى بالامن العام، اشتغل شغل ممتاز يعني، هلا ما فيك يمكن ما تنكر خلى عنه. السياسيين اللبنانيين، بس سوريا كانت صديقة سوريا بعمل وبتمون مظبوط بتمون، بس شو وبتمون، عشو ما يعني يا محلى مظبوط. السياسيين خليني خبرك، اللبنانيين، معلش كمان دعمت نحكي الجيش؟ هيك ونحكي لا لا هيك. لا، ايه بشو دخلت وقت اللي هو عم ابدا، يشتغل؟ لا هلا عم عن احكي جد بالجيش، الحق خليني لسوريا خبرك بتدخل لحظة صغيرة. السورية. وقت اللي كان عم يدور، وقت اللي عملوا الجيش، معلش امتى صار الدمج؟ دمج الألوية ببعضهم، امتى صار عندنا جيش مظبوط؟ امتى كيف هيبة للجيش؟ كانوا السوريين موجودين، معلش يعني مش دفاعا عن السوريين، انا كنت بدك وقت والله بالمظاهرات ضدهم ومعروف مني، بس عم احكي انه كمؤسسة عسكرية لا، بايام كانت سوريا هون كانت مؤسسة عسكرية لحد ما، مع احترامنا لكل الناس ولكل اللي صاروا قادة جيش بعد، لا كان الوضع مختلف، كان في هيبة للمؤسسة وكان في أمن، أمن حقيقي، وكان في البلد وصل لمراحل أخذ جوائز بموضوع مكافحة الجريمة. هذا الحكي ما حدا فيه ينكره. هلا نحن كنا ضد الهيمنة السورية على اليوم في القرار، خوف انه هالمؤسسة على القرار يصير فيها بلبلة، يعني من كذا سيناريو ممكن يصير. اذا صار في تعيين جديد، طيب قديش في ضباط رح يروحوا على البيت؟ هلا هو آخر النهار بده يتعين قائد من بين هالضباط. انت اذا بدك تشتغل شغل مرتب ومظبوط وما يكون في مانك عم تعمل اشحاف في حق حدا، حط السيفيات قدامك، الاعلى خليك الاعلى بالكم. الاعلى بالرتبه والاكثر بالخبره بالميدان وبالكفاءه، اذا بحاله تعين ما حدا يعني، اذا قالوا نحن عيننا بناء لهال المعطيات اللي عندنا، هذا الضابط مستحق يكون بهالموقع لانه عنده واحد اثنين ثلاثه، مين بده يزعل؟ يا اخي ما عم اقول تاني ما منيح، بس ممكن يكون ناجح بغير مجال، ممكن يكون، وممكن يكون بالعلامات يعني مثل اي انتحاري من عمل بالدنيا، يا اخي ممكن عنده كل الكفاءه، بس هداك اعلى منه، عنده معطيات جاي اكثر، عنده يعني مؤهلات، عفوا الا معطيات، عنده مؤهلات اكثر، لانه عنده هالمؤهلات اكثر طيب بيصير. والرئيس عون اعتمد هذا الموضوع عندما تعين قائد الجيش الحالي جوزيف عون، طيب هلا نحن يعني حقيقة العماد جوزيف خيب عون، له أمله. هلا شو صار شيء بعدين؟ ما عماد جوزيف عون موار قائد لواء، ما في حدا ينكر عنه هالموضوع وشخصية، نحن في موضوع صار ب 17 تشرين وغيره يعني انطرح علامات استفهام، بس العماد جوزيف عون بالأساس قائد لواء ومهوار وكان بعرسال، ما فيك تنكر عنه دوره ولا شخصيته، أكيد منه شخص والله ما بيستحق. هلا صار بعدين يعني في شيء صار بعدين يعني بالنسبه لتيار الوطني الحر وغيره، فيه هو وياهم يعني، في شفنا حقيقه افتراء أكيد اليوم، أكيد. بس انه بالاساس التعيين ميداني ما انه جاي من اداره، قبل ما يدهمنا الوقت بعد فهون نحن عندي اللي عم نقوله، هيدي المعايير اذا اعتمدت ما اظن بتزعل حدا، ليه؟ لانه خلص يعني واضحة، واضحه هاي المعايير، ما بي الاعلى ما بيضيع الاعلى العنوان ما بيضيع. الاعلى الأكفأ، اللي ما عنده شيء عقوبات بحقه، ما في سجل لكل ضابط، اللي صحيح عنده تاريخ. صحيح. طيب سؤال، لكن الضابط بيتكرم بس وقت اللي بيحطوه على النعش وبيحطوا له النشان، او بس يتقاعد بيجيبوا له بيقطعوا له كيك؟ عيب، ما هو يعني خصوصا اللي ضحوا واللي قتلوا واللي يعني اشتغلوا بمكافحة الإرهاب بالسنوات الأخيرة بلبنان، طيب هذا عمتى بيتكرم؟ بكره بكره بيجيبوا له فرقة موسيقية بس يموتوا بدقوا له موسيقى، عيب. هاي الحقيقة، أهل الكفاءة لازم ياخذوا موقعهم مين ما كان يكون، إن كان بقوى الأمن، إن كان والا تخبزوا نحن بالفراخ اذا كنا كفايه أكيد امور أكيد هيك، أكيد لانه للاسف ليكي بالزمان المؤسسات نتالي، كلها بس اللي خبرك فاضيه شغلة وما عم عفوا، تتعبى نتيجه التجاذبات خليني السياسيه. خبرك لو رحت على غير موضوع، يلا ومنختم إيه بهذه الفكره. الرئيس عون بزمان كان ما عم رئيس جمهورية، كان بعده رئيس تكتل تغيير والإصلاح، كان بده رئيس مجلس قضاء على تعيين القول موقع ماروني صحيح بعد الرئيس ميشيل سليمان، كان الرئيس طونيوس مشرب مطروح والوزيره اليس شطيني، صحيح. بتعرف شو بيقولوا للرئيس عون لحو موجود؟ انه شو بدك بطونيوس مشرب؟ قالوا لا ما بيعرفوا، على فكره ما كان في معرفه شخصيه وسمع عنه، مثل ما يا سهيل عبود محافظ الالقاب، قال له ما منو له؟ قالوا قال له انه انا عندي مشروع تحديث القضاء والى اخره، قالوا له طونيوس مشرب بلا، قال احذري شو السبب؟ قال لانه مين حكى معه؟ اصحوا العماد عم ما موجود برد على تليفون، ما بينحكى معه يا اخي، المفروض ما ينحكى معه من قاضي، ومفروض يكون قائد الجيش ما بيقعد بيسير مع السياسيين، بيقول لك فلان بده نيه السياسيين، اذا بده نيه السياسيين كارثه، معناتها نبلش غلط، بلشنا غلط، وهني مفروض اذا كان ضابط عم يقوم بواجباته جهاز امني وجهاز قضائي
لازم يفصل نهائيا عن السياسة ليمشي بلد طيب اذا من كان عم الآخر. ينفذ، شو الجيش او الضابط الامني بحال يعني شو ممكن ينفذ على الارض؟ مخالفات بده يمنعها، بتجوز القانون، فاذا انت بدك اياه يكون عم يغطي لك على مخالفاتك، مخالفات جماعتك، ما في تفسير تاني. انا اذا بمرق بسيارتي معي ورائي معي كل شيء، شو بده شو من بده مني الدرجه؟ غيره؟ ليش بدي حكيني؟ وصلت عند الجيش وانا ماني، ما معي سلاح، ما معي ما بعرف شو شو بده خبريه، شو يعمل؟ بده منك الجيش؟ عادي. فالضابط وقت يقوم بواجباته بيكون هو عم يخدم بلده، وبيكون عم يأمن الأمن لحتى إن للسياسيين شاء الله وأولادهم. نوصل لهيدا النهار واللي بده يقعد يرد يسترضي السياسيين معناتها مبلشين غلط، معناتها ما حيصير عنا شغل وما وعم حيصير عنا تنتج. مؤسسات. أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز الصحافي حسان الحسن، إلى لقاءات مقبلة إن شاء الله. تكون الأوضاع أحلى، وعم نحكي بأنه وصلنا لحال، مش بس عم نقول أنه إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله. للأسف يعني راوح مكانك بكل نتأمل الحسبات. يعني دائما الأمل ما بتعرفي ما بيموت عنا. موجود. شكرا لك، شكرا لكم مشاهدينا لحسن متابعتنا. إلى اللقاء دائما بحلقات نبض بيروت.